أعتقد أن التاريخ سيدون هذا لو فعلا يكون عندنا قانون صريح يجرم الخيانة العظمى. عبير موسي من تحلى سيفة. من تحلى سيفة. من تحلى سيفة. رفع المعنويات مهم، موقف يقعد مشرف رغم كل شيء، رفع الأعلام مهم، الرقص على أنغام أنا دمي فلسطيني مهم باهي، لكن الأهم من هذايا هو المواقف الحقيقية التي يكتبها التاريخ. توا أمام مرحلة تاريخية حقيقية تهمنا بدرجة أولى، ما زلنا نلعب في دور متفرج. ولا نعرف كثاري إلى حد التهور مرات. ما لازم كان نتذكر أن أنا في يوم من الأيام نعدت بالداعش لأني طالبت بتحسين المسجد الأقصى. أي شخص له موقف سلبي ممن يقع في غزة الآن، له موقف سلبي من طوفان الأقصى فهو عميل. سامي العكريمي خواف. تمشي مع مختار التليلي أنا مثلاً. مختار التليلي. إيه مش نخدم مع مختار. مختار التليلي وين فما المصلحة متاعه والمادية والاجتماعية والانتمائية وكل. اليوم أختك تخرج من الدار. خطر ممنوع. انتردي بعد حاجة انتردي إذا تمشي القهوة وحدها مستحيل. عمري ما عملت فلوس أنا في حياتي المهنية، ما عملتش فلوس بالكل بالكل. مالك فيش تعيش؟ أنا ما ضحكتنيش، وتوانسة الكل ما ضحكتناش، كونش ضحكني قالوا أي خاطر مغلوب على أمره. شي معروف معناها صليت اللسان وتقول آرائك وعادي. صليت اللسان راهي سبب. وديع الجاري. حسيتك مقهور شوية. اسمي صدقة جارية لمن لا اسم له. مش خدام؟ لا مش خدام. هي الكاريير اللي عملها يوسف المساكني، مشى للخليج. حاجة تطمح تحققها؟ نحب نمشي لغزة. أفضل محلل فني حاليا؟ سامي عكريمي. متواضع برشا. أنا عشقنا سوليد كل يوم عيدنا جديد وصيح المضحكة واللي كجن العشاق قلبي وقلبي كدواب الله غرب عشت هذي العام.